أشعلت صور الفنان أحمد زاهر ونجلته ليلى السوشيال ميديا، وذلك بعد أن نشرت ليلى مجموعة صور تجمعها بوالدها في إحدى السهرات وهي بفستان جذاب ووالدها ببدلة أنيقة وكأنهم زوجين وليس أب وابنته. وشاركت ليلى أحمد زاهر جمهورها مجموعة صور مع والدها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وعلقت عليه قائلة ابنة ملك. وتفاعل العديد من الجمهور مع صور أحمد زاهر وليلى، ومن أبرز التعليقات التي جاءت لهم: عريسها مش باباها خالص، ما شاء الله، ربنا يحميكم، قمرات يا أخواتي، شبه بعض جدا، حلوين، شبه مامتك قوي، أنا حاسة إنكم ماشيين مع بعض. وتصدرت أحدى الصور لابنتي الفنان أحمد زاهر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت اللقطات على التغييرات الجذرية في شكلهم، مما دفع الجمهور في التعليق بكثافة: ملك وليلى أحمد زاهر نشرتي عدة صور لهم بصحبة والدهم من إحدى المناسبات الاجتماعية لتخطف الأنظار بقوة بفضل التغيير اللافت في شكلهم الذي دفع الجمهور للتغزل بجمالهم. ملك أحمد زاهر فاجأت متابعيها بخسارتها الكبيرة في الوزن، حيث تألقت بفستان أسود ضيق أبرز رشاقتها الحالية، فانهالت عليها عبارات الغزل في قوامها وشكلها الآن. كما حرصت ليلى أحمد زاهر هي الأخرى على نشر صور تجمعها مع والدها، فأبهرت متابعيها بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا لامعا أسود اللون بتصميم كتف واحد. لم تسيطر ملك وليلى فقط على اهتمام رواد مواقع التواصل، بل سلطت الأضواء على أحمد زاهر نفسه، حيث أخذ البعض يؤكد على أنه يبدو وكأنه شقيقهم الأكبر وليس والدهم، خاصة وأن شكله شاب وابنتي أصبحتي في طول متقارب منه. يذكر أن أحمد زاهر كشف في وقت سابق أنه منع ابنتيه ملك وليلى من التمثيل حتى تعيشا حياتهم بشكل طبيعي على أن تختار المجال الخاص بهم بحرية بعد إنهائهم دراساتهم الجامعية.